اليوم يا جماعة الخير راح نبدأ سلسلة جديدة في القناة بإذن الله تعالى، هي السلسلة بين قوسين ريوايند. ريوايند لإيش يا وليد؟ ريوايند للأشياء اللي موجودة في القناة من قبل. يعني ليتل نايت ميرز باختصار أنا لعبها أيام أول ما مو أول ما نزلت تقريبا بعدها فترة، وكانت جودة المقاطع فل اتش دي والكاميرا حقتي كانت غير وكل شيء، حتى شكلي كان غير، كنت أنحف الآن صاير دب. فحاليا راح نرجع نلعبها في القناة بجودة 4K وبضيف مميز أكيد اللي هو أخوي أبو أيهم. حياك الله يا أبو أسكر، نور يلا يا حي الله بيك. ترى سلسلة هلا مميزة فيك إن شاء الله تعالى. الله يسعدك. أنت لعبت ليتل نايت مير يا أبو أيهم صح؟ لعبت الأول والثاني والثالث لما ينزل على الطريق. نيو جيم إن شاء الله تعالى الثالث نلعبه قريب بإذن الله تعالى. Are you sure you want to override this song؟ إيه روح. تسجيلي قديم هذا ما أدري متى. صح يا ليتني مشيك على التاريخ. قد مرة دخلتها ترى أنا قبل فترة سنة ونص سنتين أو أقل. كنت ناوي أسوي سبيد رن. خلنا نرفع الصوت. الله يا ليتل نايت مير، كنت ناوي اسوي فيها سبيد رن حرفيا، لكن يبدو انه باء بالفشل، وليس باء بالفشل لكن انه ما تحمس، ما ادري ليش وقتها يعني صراحه ما تحمس. دقيقه خليني اتاكد من بعض الاشياء اللي عندي موجوده هنا حاليا. اسم صوت اللعبه. صوت أيوه. اللعبه هو اتاكد عشان كذا الان كيف ايوه طبعا لازم كذا تلميحه من البدايه، تلميحه من البدايه على شيء ما ندري ايش سالفته، على اساس ما ندري. طلع على فكره يا جماعه الخير عشان لا احد يطقطق علي من الان، انا انسان انسى الالعاب، مو انسى كل شيء لا، انا عارف وش بصير في اللعبه لكن بعض المناطق راح اكون ناسيها او معظمها. ف ها ايش طبيعي يا وليد اي براد يعني فنعم يعني وين اروح الا ما ينسى. يا من هنا هي كيف اركض معها ولا حلو كيف اركض؟ اظن ارتو اظن لا والله مربع غريبة ما اقوله مربع بس تركض في اذكر في سير ثاني تركض غير مربع يا رجل كل حذول والله وانا ذاكر ارتو تمسك ارتو تمسك صح صح L1. صح اكس مثلث دائرة ايوه دائرة ولاعة ولعي هذا وبس اقرب عليه يتولع. طيب كيف تركضين؟ معقولة ما في سير ثاني غير مربع تركض؟ يلا مربع بس مربع بس مربع ماني زعلان يا رجل الله يكون بالعون عادي عادي كيف افتح هذا؟ اوكي خليك شحن ايوه ماني متعود ترى هذه الاشياء حاطها المطور بيسك عشان تتعود انت كيف تفتح هذه كيف تدنق. صراحه احب الاسلوب اللي يعتبر ما هو اسلوب ذكي جدا يعني انه يعني ما يستغبي اللاعب انه اضغط كذا اضغط كذا يخليك تستكشف لكن يخليك تستكشف بطريقة يعني بيسك يحط لك أشياء زي كذا عشان تجربها أنت قبل لا تبدأ يعني بالشغل الصح. أنا صراحة أيد هذا الشيء، ما أيد فكرة إنه يحط لك منطقة تدريب يقول لك تدرب أو يقعد يشرح لك سو كذا سو كذا يحط لك كذا عدو. صراحة ما أحبها لأنه كل الألعاب صارت تمشي على نفس النمط يعني وش يعني الآن يعني مثلاً ليتل نايت مير هو الحلو إنه بعلمك وأنت بتلعب قاعد خلاص ايوه بالضبط انه اصلا كل الالعاب تمشي بالار 3 تتحكم بالكام بالال 3 معروف يعني ما في اختراع ذره يعني مثلا مستحيل امشي بالاكس يعني كل شيء معروف يعني نفس بالضبط تقريبا كل الالعاب هنا طريقه صح من هون ايوه تمسك صح ايوه لازم دقيقه اكس هي تنقز هي اكس وار 2 نفس اكس اكس طبعا في كلام كثير يقولون انه هذا الميت حاليا المشارق نفسه اللي هو ذاك الطويل عرفته؟ عرفته عرفته اللي قتلناه في الجزء الثاني نعم يقولون انه صار هو ايه انه شنق نفسه وتارك رسالة لو تلاحظ ايوه ايه صراحة انا متخوف جدا من ليتل نايت مير 2 3 شو كان اسمهم هم نسيت اساميهم انا ناسي كل شيء حرفيا ناسي الاسماء ناسي كل شيء نسيت اسمه هاي ونسيت اسمه ذاك بالضبط وانا زيك ترى حرفيا والله ناسيهم. انا متخوف من ليتل نايت مير 3 صراحه. ليه؟ طريقي من فوق صح؟ اي متخوف لانه الاستديو اللي سوى ليتل نايت مير 1 و2 تغير. حقوق اللعبه ستيل عند بانداي نامكو. لكن مطورين جديدين ترى على فكره. ليش متخوف؟ لانه ما اذكر في لعبه صراحه يعني جابتها صح اذا انتقل الاستديو. اقرب مثال سايلنت هيل، روح اشوفه سايلنت هيل داونبور، روح اشوفه سايلنت هيل هوم كومينج. هوم كومينج اللي مسكوه مطورين اجانب وداونبور برضه نفس الشيء. نفس الشيء عشان كذا الموضوع صراحه يخوف يعني
كمان تنساش انه 3 كواب. اها نقله نوعيه هذه. شافوا الناس في 2 نظام جديد. اي شافوا الناس في 2 كيف والان جابوها في 3. والله يستر الصراحه. الله يستر. لا ليه طحت؟ انا المفروض اني اطيح اصلا. اظن لازم تطيح. ابعد ابعد عن هذول. الحمد لله. ما يمسكوني اعتقد ولا؟ يمسكوك؟ لا لا اذا قرب عليك يمسكوك. اه. ابعد عنهم ابعد عنهم. والله ناسيهم يا رجل. ايوه. دقيقة بالله. رجعنا يا جماعة الخير. لا ما رجع. لا سوكت بسرعة سوكت. رحت. نسيت الازرار. كم سنتج الاكس؟ اوكي. اركضي. لا اي اكلته بس كذا. رجعنا يا جماعة الخير. بالله بسألكم سؤال، وش رايكم في الكاميرا حاليا؟ هل تشوفون الكاميرا افضل ولا بالمقطع اللي قبل؟ اتمنى تعلموني ذا الشيء لانه والله محتار جدا. حاليا انا مجرب الان شيء جديد. ايش كنت بقول عن اللعبة؟ اي طبعا اللعبة هذه عرفتني عليها دعمت التميس القناة صراحة الله يسعدها. صراحة انا ترى من نزلت اللعبة ما لعبتها. تقريبا لعبتها بعد سنتين اذا ما خاب ظني. ويوم لعبتها عشقتها للعبة. كلنا اصلا لعبناها متى؟ حرفيا عشقتها عشق لا يوصف ابدا ابدا. رهيبة. مرة اسطورية. سويت مراجعة اعتقد للجزء الاول اذا ما خاب ظني، بس اللي متاكد منه انه الجزء الثاني 100% سويت المراجعة. هذا اللي اقدر اكتبه. لا لا اوعى اوعى عمهلك. امشي شوي 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 شوي. مستعجل شوي شوي. مش مستعجل مش عارف. ادري. اوكي اوكي. دفي. مديني انقز من هنا؟ نايس. ما شاء الله انها نشيطة ما شاء الله عليها. طريقي من تحت منها صح؟ والله ما اتذكر بس شوف انا فوت للغرفة شوي اللي جوا. لا والله. بس طلعته. حبت الفطر ذي. من هون هون. يب. اوه يمديني اتزحلق وانا قاعد اركض. نايس. على المدويرة ما اظن. الدائرة. انا اعتقد يورونك ابو مقص صح؟ ايه. ايوه. لا. يب. الاعمى. يا اخي كانوا مبدعين شوف. يعني اللعبة هذه الشيء اللي مخليها قوية مرة اللي هي الموسيقى حقتها الساوند افكت. الاوس تبعها رهيب. اسمع اسمع. خاصة انا وليد الجزء الثاني. الجزء الثاني كان الاوس تبعه جبار رهيب. الجزء الثاني يعني مو طبيعي صراحة. بدعوا بشكل لا يوصف بالموسيقى. انا اعتقد لو الموسيقى اللعبة ما تنجح اكيد، لكن مو بالنجاح الباهر هذا والشعبيه الكبيره الموجوده لها. مظبوط. الموسيقى ما اعطتها النجاح الكامل. يمكن العلامه الكامله. لكن سالفه ال في وقت في وقت في وقت في وقت في وقت في وقت. بسرعه 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 بسرعه. اظن اطلع من هذه. ايوه. طيب وش الفائده؟ مش عارف. روح. طب ماني فاهم. رجعت الكهرباء على القضبان. بدك تفتحها قبل ما تيجي الكهرباء. يلا يلا يمديها. لا لا ايوه. اشوى. اخر لحظه اخر لحظه. الله يا اخر لحظه. الان هنا يجيني صح؟ تعبت. ريح يلا. تتعب وتجوع بتجوع. لا اقول الجوع هذا شيء متحكم فيه من المطور وليس مني انا يعني. لا 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 لا. دير بالك. اعتقد تطفي بسرعه هذه الان علي. روح روح عند البيضه هاي. ايوه. نايس. روح روح روح. ايوه. شغل هذا بزوط انك توصينا النص هنا. انقزي. ادري ما يمديني بس بجرب. واللحى هاي؟ لا كنت الفكره صراحه انه اوصل على هذا. اصلا الحل من عنده. اصلا هو الحل من عنده صح؟ هو بدك تقطع شايف ال ال الباب الشبك عنده. اعتقد هذا تسجيل صح يا مولعها؟ تشيك بوينت؟ والله ما انا ذاكر مش عارف. تشيك بوينت؟ ممكن تشيك بوينت ممكن تشيك بوينت. لا ما ناسي اذا هو تشيك بوينت ولا هنا. هنا يجي ذا. يا ساتر
شوف 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 كذا التفكير الـ 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 الارض يدين طوال الارض في الله في الوحوش كيف راس معفوط كذا في تجاعيد ما له علم ولا شيء ايه شيء غريب جدا والرجلين قصار ما له رجلين يعني شكل غريب تقريبا حرفيا يعني يوم يقول لك كوابيس هي يعني كوابيس يعني انت بتحلم لك الكابوس هذا الاشياء اللي تحلم فيها اشياء غريبه صح ايه. دقيقة مو خوينا هذا واحد منهم يقوم حق الإضافة؟ في ولد يقوم الإضافة تبع الإضافة واحد حق الإضافة هو اللي يقوم من ذولي يا جماعة خير عشان أوضح لكم يعني لازم تسيح الخشبة ما أظن ما أقدر لكن اللي أقدر أسويه إني أطلع من هنا أيوه اقتطع الخشب اللي فوق وبعدين الخشب الثاني هو يجي الآن صح؟ لا ما يجي أذكر يجي يا رجل والله أفضل ما يجي ولي 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 يا سلام أجواء رهيبة صح كيف انقزمة كذا عالم كبير عالم فيه أشكال وأشياء غريبة هنا بدأت الجو بدك تمسك الفار لا مو الفار هنا الآن أعتقد في البداية فار لا في البداية فار. كيوتا الله أذكر في البداية كيوتا هسه بس بيجي الولد بعطيها اشي كأنه تاكله صح يعطيها اكل تاكله فعليا ايه هذا جايته كهذا بعطيها يا خوي عطنا ال ما هو نفسي اكل قط اربي وشو هذه قطعة خبز؟ خبز ليش يوم تاكل كذا تصير الاجواء والاضواء هذا شيء عندك تفسير له يا ابويها لا والله ما عندي لي تفسير ده ليش تصير الدنيا ترمش قدرتها وين طريقي دقيقه من فوق طريقي اصلا كان في نفس المكان ما انتبهت قدرتها لانه قدرتها على الجوع وهذا يوم تاكل فتتفعل قدرتها شعور شو اسمه شو يسمونه شعور الانتعاش بعد الاكل هي شيء قدرتها هي بتتحكم في شيء ولا كيف استنى شوي وهذا ماني فاهمه انا حاليا زي خوينا تبع الجزء الثاني ولا غير الجزء الثاني ما يتحكم بشيء الجزء الثاني يصير معه قوه هيك يضرب بنهايه اللعبه يوم يكون ما ندري عنه شيء هذا نحن مو تقصد هذا؟ مو الطويل، مكان عادي تلعب معه وتقابل الطويل. اي نعم، بس خوينا ما كان عنده قدرة، عنده اعتقد شو اسمه؟ لا اله الا الله عنده قدرة ما عنده قدرة، عنده ضرب بس، من يقدر يضرب. اذكر. من يطيح هذا ولا؟ لا نطع الجهة الثانية. لا 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 اوه وين نط؟ ايوه هي لحالها. لا روح نط انقز ايوه طيب وبعدين وين اروح؟ استنى عليها ترى تروح او اطلع على الجسر على الجنزير صح يب صح كلامك يبس على الجنزير الين نوصل فوق انا ناسي هذا الشيء والله يا ابو ايهم الله يعطيك العافيه هذه الفائده يوم يكون معك شخص اقسم بالله العظيم يضبطك بتساعد بقى ولا كنا قاعدين جنب بعض لكن اللهم جزاك الله انا اسمع رغم ان انا مش ذاكر وتطلع الجزيره بس لقيت الحل الوحيد والله ما فكرت فيه انا والله اساسا صراحه انا مش ذاكر بس انه فش الغير هو يطلع الجزيره الله يهنيك الصراحه روح لا ليش طاح؟ ليه؟ انا عارف شو اللي صار؟ اللي صار واحد سكف واحد ضار روح ايوه عرفت كيف النظام هذا ايوه هذه الشخصية تبعتك ايوه هذه الفكرة ترى على فكرة كذا بس عشان تطفي هذه الكهرباء اللي هنا بس انا ناسي انا ناسي كل شيء حرفيا يعني وني اقول ناسي ترى ما امزح اتكلم جد ايوه بدي اقول لك لسه افتح الدروج ما يفتح هذا
طيب هذا لا 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 هي تمسك من الدرج مباشرة يعني بس انه انا اوكي ايوه خلاص يلا روح تكفى مو وقت الان مرة ثانية طب اذهب اللي قداحة ما ادري قال ولا عم تولع شيء يا رجل يعني بتشوف طريقك خير طيحنا فينا من القصر يا حبيبي عليك اقدر افتح لك الباب؟ اوه والله اقدر اساعده تقدر تساعده كويس نط على هاي عشان امسك بهذه بعدين يطلع الميزان زي وزنها سبحان الله لا والله ناري والله باقي الطريق طويل ايوه نط خلص تركت يا ساتر خفت والله يطيح علي مره ثانيه الحشرات اللي هنا العلق هذا ابعد 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 العلق انا اسميه العلق هو مو علق هو زي العلق وش اسمه طيب هو علق بس ما بعرف شو اسمه باللعبه ما بعرف لا لا هو زي الاسم العلق. الحقيقي الاسم الحقيقي اللي لا لا ما, ما هو علق هيك يسموه لا ما كنت ادري انه في عين هنا والله شكلنا على لعبنا هذا بنقعد نعض الارض واجد يا جماعه الخير وهنا هنا احنا نعرف انه احنا موجودين بسفينه حرفيا اسمع ال مع هاي العربات نمشي معها يلا بس غير بس. غير يا حيوان ايوه الحقها السلام عليكم فين سلام يا ولد والله اني صاير نوم مره الله تخيل اطيح مره ثانيه الان طيبه لا 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 بسرعه بسرعه اطلع 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 الصندوق اطلع الصندوق بسرعه فيني عطسه عطس عطس ما راحت العطسه خلص الله واحد اهرب ابو مقص ورانا ليش اسمي ابو مقص انا مع انه موجود ابو مقص بس في في حقه الجوال انا لعبت حقه الجوال في القناه ترى يا ابو ايهم ما ادري اذا قلت بتذكر بتذكر لعبتها وقتها على محاكي الله يعطيه العافيه منصص هو اللي اعطاني المحاكي وقتها مع اني كنت ادور قال لي خذ هذا المحاكي هو اللي ضبطك وجه له تحيه صراحه انا هذه نهايه المرحله صح؟ ما اظن تلقى هنا في مرايه صح؟ والله اذكر مكان انا اذكر مرايه مرايه مكسوره صح؟ اظن اسحب الباب ادخل جوا دقيقه يا ولد في باب ورا بس ما اقدر اجي ليه؟ هذا الباب مو انا اجي مو انا اجي في باب افتحه بعدين اجي هنا دقيقة اوكي والله صار فيني فضول دقيقة افتح هذا افتح فل 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 انجزي اطلعي افتحي هذا الان افتحش انا كذا ما راح يمديني اوصل ما يمديني اوصل خلاص كيف بطلع لفوق؟ ليش اطلع فوق؟ ليش اطلع فوق؟ هنا في حل فوق تجي من هنا على هذا والله ما ادري خلاص خلاص لا 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 ما في والله متاكد شكلك بديت تنعس خلي... يا ادم لا لا خلي اليد بمسار واحد خليها بمسار واحد وانا بخلي اليد بمسار واحد لكن عاد ايوه 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 خلاص ضاعت الزمن ضيع من الدريشه صح هنا المرايه المكسوره صح؟ هسه المراية ما جينا على غرفة اطلع على ال ايوه افتح هاي لا اقدر تسحب الشنطة هذه صورته شوف يا اخي كيوت يا اخي صورته كيوت مرة
باتمان. وفينا ناس ثانيين. هذا الطباخ ايه. الطباخ. يورونك والله. آه. والله نايس. دخلت محلاه. ايوه جاء. والله جاء. المفتاح شال الباب. ايه جاء 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 شكله جاء. ايوه انزل تحت تحت تحت. لا 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 ايوه من هون ناخذ المفتاح. وين الباب؟ ايش قديش اللعبه اخيرا انقز. أيوة. وين الباب؟ اي باب؟ شوف كيك مفتوح. الباب تحت. هذا مفتوح هذا مفتوح. لو انا بس وليد. خذ راحتك خذ راحتك. هنا يجيني صح هو. وباس قطي المفتاح. لا. قطي المفتاح فوق. ايوه. يا ساتر المفتاح ما اثقله. ايوه. يا سلام. دفي الباب. دف الباب دف فيه. انه واضح الخوي الان هنا. هنا يعلموني سالفة القرد هذا. لا لازم اقرب العيد. ايوه مو هنا ويجيني ولا لا؟ اي الا لا يجي. هنا في فوق شيء. اوكي ما في مشكلة. جيب القرد. تعال يا القرد تعال تعال. حطي هنا. الان هنا يجيني. معليش مزكم يا جماعه والله ليس مزكم يعني بس احس بدايه مزكم بكره مزكم. هنا يجيني اذا ما خاب ظني بس مو من البدايه بصراحه يجيني ولا امسكي هذا ما قلت تفتك. تبغاها تمسكها وتفتحها. ستارفينج اكتبوا 6 ستارفينج او اس تي طالكم الموسيقى هذي. اوكي امشي ورانا طريق طويل. ولعي هذي ولعيها. ما تبغى تولع انه بطنها يعورها. صراحة يكون حاط لك ابو مقص بس سميه ابو مقص. راحت علي من بداية الحلقة اقول ابو مقص ابو مقص. خلها تكمل. ابو مقص ابو مقص افضل. الله. حط لها قطيعة لحم. طبعا احنا عارفين ان فك. ويلكم معلم. بدل ما يصيد فيران قاعد يصيد بشر بالقفص هذا يخرب بيته يا رجل. هاي موسيقى رهيبة. ايوه الان تتمدى اليد. يا سلام. هذه فايدة اليد الطويلة يا ابو يهم. نعم. تمسك كل شيء. اي بالضبط. مسكني واستانس وعيم الله خير. كويس كويس الاماكن العاليه اليد الطويله. شوف في عندي بيت ايده ممكن يلوف يا رجل. والله لوف. الان نطيح نفسنا. قومي قومي خلاص راح راح. ايوه كذا 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 كذا. يلا الان طحنا. لا باقي مره. شوف هالبشر هذه يوديهم للطباخ. المشكله البشر دول كلهم عظام يعني ما في اي فائده تذبح فيهم. ما فيش اي فائده.
ولا في اي حاجه يا اخي. ليت النايت مير بقول لك شيء عن الخاطر يعني. من الالعاب صراحه اللي يعني ما هي شابترات كثيره يعني، 4 شابترات الى 3 شابترات، ومع ذلك المطور يبخل علينا يعني وما يسوي كل سنه لعبه يعني، ما ادري ليش. هاي المشكله صح والله كلامك مظبوط، بيطولوا مش عارف ليش. يعني زي هيك العاب لازم كل سنه بالضبط تنزل لعبه. هي ريزنت ايفل تربل اي، تربل اي العاب قويه يعني وكجرافكس، كل سنه كل سنتين تنزل، كل سنه سنتين اي كل سنه تقريبا. وهي تربل اي. طب هاي هي لعبه اندي. هو هنا ما يسمعني على هذا صح؟ هون لا ما يسمع الخشب. قلت بالك واعمى صح؟ اعمى قلت لك باتمان. ايوه يعني يلف لف واحد من البشر، واحد من الورعان قبله. نط على هاي البنت. هو وين رايح الان؟ بس انت بدك تفتح الباب تكبس على الكبسه هذيك اللي عنده. ولا لا لا سيناريو من اللعبه هذا. ايوه ركب هاي هون عشان ترفع ما اظن الباب الكبير هذا. مشكله بيجيني وهو راح يسمع صوت. انت حركه سريعه على السريع. السلام عليكم. وهنا يده تمت صح. بسرعه 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 ولا قريبه اظنش. لا اذكر يده تمت يا ولد. نعم خيرك. والله اني اذكر يمد يده. مد يده يمكن اخر شيء. والله اذكر ما ادري هو ما ادري المدرس. لا لا هو 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 بالقتال الاخير على ظل تمد يده. بتقاتله اخر شيء. صرت اخاف من الثقوب زي كذا يا رجل. والله. هون دير بالك. انا ما اظن انا هنا اتذكر 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 هذا اللي موجود هنا نفسه حق الاضافه كان مره مرعب، حتى بالاضافه شكله مرعب حرفيا. اوكي لازم انقز كذا بسرعه. بسرعه لا بلحق لك شيء صح؟ ايه ايوه ايوه شوف. بسرعه يلا روح روح نط هناك هناك عند الشحنات اللي هناك. يا ساتر يا ساتر ما احس يمديني اوصل. السلام عليكم. يا ساتر كثر الله خيرك. اي والله كمل. حطوها كذا كلقطة بسيطة كذا لقطة مرعبة يورونك بس الرعب. الان خيرك. هذا متذكره انت انه يجي؟ لا والله شكلك متذكره بس ما تبغى تعلم. لا والله ما بتذكر انه بيجي. ذاكر ايوه والله انا ذاكر. خبط خبط اوكي غير خط الزر يدور. الواحد ما يخلص من بالوقت اللي هو قاعد. يا ساتر شوف يده كيف. ايوه الله شكلي لازم اشيل هالاغراض هذه بالمصح بشيلها بعدين. منى كيف وجهه معفوط يا اخي. معفوط تعرف. لحقهم. عليه صوت غريب. كمل كمل روح. هو وينه؟ طلع طلع. في زر الواحد يضغط هنا. دقيقة. انت
هنا؟ لا على الثاني، على الثاني. ايوه اوكي. وين كيف اروح؟ اوكي. ايوه. اي دور. فوقيك. هذا الله يعينك بتمسك عليك لين نذبحك حرفيا. روح جوا جوا. طيب. لا لا ارجع لورا، ارجع لورا اشوف. انا ما اشوف شيء. لا ارجع لورا، لورا. وين؟ لورا. ايوه ايوه قدام 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 قدام. روح 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 ورا 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 مره. عند هاي اللي هون هون هاي شايفها. ايوه ايوه بس استنى استنى استنى. هو حيوان قاعد يطاردني، اللعبه مخليته كذا. ارميها بعيد خليه يروح عليها. هذا اللي بيصير. انت فتحت الدنيا. اطلع اطلع ما يمدي خلاص راحت علي. انت ضربت لهذول الالعاب. انت هيك بتقول له تعال. لا ما يشوفني. لا هنا يشوفني. بس ما يمدي بعد ايش. اطلع 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 بسرعة بسرعة بسرعة. زيح الكرتون زيح الكرتون. ما يمدي يطلع خلاص. ما يمدي يجيني هنا. خلاص. اطلع السلم اطلع السلم بسرعة بسرعة. انا ادري ان الان بمد يدينه اذا ما خاب ظني. بس ما ادري متى ما ادري متى. انا ما ودي انخرج من يدينه المشكلة. وات؟ جابوا هنا؟ ربيت ربيت ومصرعه كيف كذا؟ يا حبيبي شو هالسرعة اللي عنده؟ ما ادري. صدمة صراحة بالنسبة لي. بسرعة. هذا تجيب واحدة من الأحذية ترميها على ال بسرعة بسرعة على الحط اللي اضرب على الكبسة. شلون شايفني؟ سمع الكبسة تأخرت لازم صوت الساعات. لا اتوقعت انه ما يشوفني يعني هذا المقصد. روح روح ارمي. ايوه راحت عليك يا صاحبي يا صاحبي. بسرعة 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 قبل لا يجي. اطلعي. ليه ما تطلع؟ خلاص كلها ما مجال لهون بس. نط على الكتب على الكتب يمكن. لا لا طلعت هي طلعت. مدري ايش كمشي ما طلعت. ولا ايش دير بالك. اي ما عليك دير بالك. تضرب على الكبسات هسه بجيك على طول. ايه هذا الان الموضوع غلطة الشاطر بألف الان. لبست على الكبسات غصبا عليه. طيب مو بكيفي. هو سيناريو اللعبة اصلا هم كذا كذا قاصدين. صح شايف؟ شوف حتى الكتب اللي تطيح. هو طاح كمان. هو ناشب. هو 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 يجسد معنى كيف تصبح ناشبة. يلا لا يراني ولا أراه ولا نرى جميعا لأننا تحت الثرى. أعوذ بالله. هسا لا لا اوه 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 اوه
او تقع انت. لا ما عليك ما عليك. صح الموسيقية هاي اللي اني كان يهبل استدرجته لين عندي. انا عارف. انزل عند الكتب الصغار. انزل عند الكتب الصغار. نعم وليد. من عندك من هون. انزل. شوف الخبيث. اقول اجعل صوتك. شيء أساسي من اللعبة. دك تشغل التلفزيون عشان يجي ويفتح لك الباب. فهمت السلافة؟ إيه. طب ورا الباب ها؟ نفس ترى الجزء الثاني. شيكابالا شيكابالا. تعرف شو بغنوا؟ شافني؟ يظل يلاحق جاوي. تكفى لا تلحقني. شو اسوي؟ ماجه ماجه كمل كمل خلاص. روح روح انت واقف زس. كيف واقف؟ انا متشنج. انا شايفك هيك واقف زي متشنج. يلا روح 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 وليد. يمديني اصلا؟ يمديك يمديك. اشوا. السلام عليكم. سلام. اخيرا. منين ادف هذا؟ دقيقة اذكر اني اقدر ادفه. هذا تدفه. دقيقة ادفه. فين هي راح تدفني الان؟ لا دف. دك تسكر البخار. سفينه المفروض هي. لا ما في. انت دفها انت دفها. توقعت والله سفينه هي تدفني كلام انا. لا خلص اطلع بسرعه اطلع بسرعه. ايوه دن دن شيكابالا شيكابالا دن. لا 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 نحتاجه. تطلع بقى على مقبض الباب افتحه. ضر حتى يمسكه الان. هي مشكله. ايوه داس. وات حلو بتموت هيك عادي. ليه؟ ليش صار؟ ماني فاهم. اوكي خليك 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 انزل. اذا كذا تبغى نظام يا جد ما في مشكله. هيك النظام مش من عندي يعني. مش انا عامل النظام يعني. صح من اللعبة. صح والله صح كلامك. تأيد فكرة انه اللعبة تكون سفينة ولا تكون شارع. سفينة او شارع. شوف الجزء هذا
اعطيك مثال، الجزء هذا كله مدينه، كله سفينه، هذا الجزء كله اي كله سفينه، عكس الجزء الثاني كان جزيره غابه مدينه. الجزء الثاني كان بشوارع وهذا. والله تعرف انا بتيجي علي الصراحه وليد، انا الالعاب يعني مش مثل المدينه، يعني حتى ندخل موضوع ريزدنت ايفل ريبليشنز، انا اي لعبه فيها سفينه ما بحبش العبها. ليه؟ بطيق ما اخر ما ما اعرف يا اخي ما بطيق اني العب سفينه محشوره بمكان واحد. والله بالعكس عن نفسي ما عندي مشكله بالموضوع. انا المفروض هنا يدينه تتقطع؟ هسه هون اطلع اطلع على ال ايوه حافظ عليه الان، حافظ عليه لما يجي نط هناك. ايوه نط نط خليه يفتح ايده الثاني ابغى اجرب اسوي حركه واشوفها تضبط ولا لا. لو مثلا اتكي على الزاويه هنا حلو راح يمسك. ايوه بعدين ارجع اسويها نفس الحكايه، اوقف على الزاويه هنا. ايوه مع السلامة. ايش تبغى بيدينك ها؟ ايش تبغى بيدينك؟ ايش تبغى بيدينك علمني؟ ايش تبغى راح اليدين راح طلع يمديك تسوي الحركة ذي بالزاوية، تتكي بالزاوية يوم يقرب اليد مباشرة يشتغل اليد الثانية. ايوه انا خلصنا الشابتر هذا صح؟ ما اظن. والله 52 دقيقة يا معلم، اللعبة كم شابتر؟ أربعة ولا خمسة؟ يعني خمس ساعات حرفياً. هسه شابتر الأخ، هسه شابتر الأخوين. أخوين؟ زلوم. والله. طبخين. كذا اللعبة بسرعة يعني الواحد. أظن هسه شابتر تبعهم. يا رجل. بعدين إيش الشابتر؟ والله في شغل، والله في شغل كثير قدامه. لا يا رجل ما في شغل. شابتر ثلاث شابترات اللعبة. إذا في عندك المنجم هاي تبعت المدخنة الدكتور العنار عشان ترفع ال لا هذاك حق الإضافة. إضافة ولا اللعبة؟ لا الإضافة. بدك تجيب هذول الأولاد الصغار. لا ما له دخل إضافة. والله قاعد يدخن هذاك. ما شاء الله عليك قاعد تضرب من هالدخان و أخوين زلوه. أيوه. ذولي هم البشر اللي كان يربطهم ذاك الكلب ويجي يحطهم هنا. علشان خرفان هذه باقي جوعانة. خلاص عرفنا انك جوعانة، الجوع كافر. ها شوف الفار كيف الان يلعب هنا الفار، مسك ايدك احد الفيران ذولي مالك الا الفيران يعني في النهاية. الحين جد ليش اخذت الفار وهنا في بشر ورا؟ صح بشر ايضا تاكلهم. نعم يا جماعة الخير. يعني واضح هنا صايح المسكين حقة الفيران. لازم نستخلص روحك لازم. ايوه معليش معليش يا فار معليش معليش جوع كافر وانت يعني ممسوك راسك يعني يعني الحالتين وضع ما يسمح يعني. نزلها نزل. هاي جثث الركاب يعني اللي بالسفينة؟ ايه. وصلنا عندهم. اطلعي. اوكي يا جماعة الخير بريك بس بسيط واجيكم. رجعنا يا جماعة الخير بعد ما اخذنا بريك ربع ساعة تقريبا وقاعدين نكمل. انا صراحة ما ادري اذا المقطع بقصقصه ولا لا، معليش اكيد بقصقصه لكن اقصد انه
قطع اللحم اجزاء الشب مجهز لما ناسف. اي والله هذا المشكله يشوف هذا يشوف. ما في هذا ما في عنده بس ايديك صار قلنه قطط. شوف كيف مرتخ، شوف كيف راحت عيونه. يا ساتر. خليك رايح خليك رايح خليك رايح. هذا اللي بيصير. يلا 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 يا الله. يلا 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 يلا. يلا يلا يا الله يلا. وريدو الان بيطيح. انتظر بس شوي. بيطيح نفسه من نفسه. كنت بطيح يا جدو. والله كنت بطيح. يعني ان الليل عاد هذا الطباخ نشبة بالحلق. انا موجود. انا موجود. اطلع 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 اطلع. ما تطلع. ايوه. هو الطريق غلط بس هاي بتجي. لا طريقة مو غلط، طريقة صح يا معلم. في مفتاح ولا لا؟ المفتاح هنا فوق بالدور الثاني. ايه عند هذا النايم. صح. يا ساتر يا ساتر. والله صح عميق معطيها نايم نومة طيبة. نايم نومة من الآخر. صحا لك الخوي. لا وين طيب اروح؟ وين شلون شلون؟ بدك تروح على اليمين. اي يمين؟ انا قصدي على الخشب هذيك، شايف اللي عليها الجرار على هاي. طيب بسرعة. لا تطلع صوت ابو ايهم. انا ساكت. غريب اذكر يجيني يا اخي بحد المصاعد. وين؟ في شي. لا رجعوني هنا مرة ثانية. والله قطع اللحم حقكم تشهي يا ولد، تحسوا واقيو. لحم والعياذ بالله. خبط فتحت. خليه يفوت لجوا. ايه. بسرعة يفوت. راح يقلقنا هسه. والله؟ عير بالغاز كمان. يا حلاوة عليك. ايوه. يا حبيبي. شافني المفروض ان انا متاكي شوي.
والله العيد. كل هاي ضبط كلها. دقيقة. اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق. اي خليني اهرب هنا اول شيء. اوه هون هاي هسه بلش لك بلش. لازم اقطع اللحم. اللحم. ايوه. شغل ماكينة. مو الان اشغلها ولا؟ او عشان تنزل ال شو اسمه هذا خيط اللحمة. يلا. خلص روح نزل اللحم كمان. هذا يسوي هوت دوج يا معلم. لا لا ما في لحم باقي. لازم اجيب اللحم من هنا. من هنا. هاي في واحدة فوق. هذه واحدة. ما شاء الله هذا ديك رومي يا رجل ولا؟ والله ممكن ديك رومي؟ شكله زين. خل هذه هنا. والان اطلع هنا. ايوه. المفروض انت تطلعين لفوق بدون فلسفة. ايوه. انت تنقزين على هذه. كذا. على هذه. ايوه. نجيب هذه الحبة الثانية. والله مو كأنه ديك رومي، كأنه لحم خنزير. خلط خنزير يا زين. ايه لحم خنزير. حليب طازج ولذيذ. ليش تذكرني بسالفة حليب طازج ولذيذ؟ أوجه تحية لمنصور يعني إذا قاعد يسمع يشوف الحلقة. منصور من الناس اللي وش صار صحت وش صار؟ الناس اللي اكسر اكسر. ما أدري ليش سحب على القناة. تواصلت معه دائما اتواصل وياه، تواصلت معه تقريبا قبل اسبوع ونص. كل ما افتح الموضوع على القناه يقول لي يا اخي تكفى تبغى تسكت ولا كيف؟ افضحك في الـ في الـ في اليوتيوب يا منصور. للناس اللي صاملين الان يشوفون الحلقه يعني. هذا خبر حصري لهم. لازم يرجع لازم. ما ظنيت راح يرجع، والله اني حاولت معهم يا رجل قلت لا ترجع طز في اليوتيوب. على الاقل تويتر. متابعينك لهم حق يعني. ما يبي هذا ايش فيه؟ ما يبي يرجع ولا يبي يعلمني ليش ترك يا سيدي. ايوه هو يضرب مصلحته. انا هنا الطباخين ما عاد يجوني صح خلاص؟ لا لا هسه لا. الطباخين المفروض ما عاد يجوني غالبا يعني. والله اني خبصت قبل البريك مت كثير وهذا احس انه هنا اذا لعبتها صح ما راح اموت. ما مت انت اللي كنت تموت منه وقعاتك بس. ايه هي اللي شابك هسه بتطلع واحد منهم اهرب بسرعه. اينو اينو هذه متذكرها. مين اللي طلعني هنا؟ مين اللي طلعني؟ هو هذا الان يكون معلق المفتاح فيه؟ لا ولا لا. انا متهيئ لي لعبه من الالعاب فيها مفتاح. لا هو الله وضدك تنزل تحت صح؟ شكله هيك مش عارف. لا تحس لابس قناع. قطع يا اخوك. سويهن موزات.
هي مفتاح الطاولة. هذا بتدخل جوا هون. هي تذكرت. شايف الفتحة. فتح فتح فوق فوق. اصبر ما اقدر. لازم اولع الغسالة. السلام عليكم. باي. انا لازم بسرعه. لا لازم بسرعه. يلا 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 حط حط المفتاح. بسرعه 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 بسرعه. خبط 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 خبط. مو على كيف يتخبى. في تخباية في كان تخباية. والله؟ اه. والله ما ادري عن هذه التخباية. شفتها ناس. يا حبيبي. اها. غرفة الغسيل. واذا ما خاب ظني هذه اخر غرفة. اه دقيقة لازم اقتلهم صح؟ لازم هنا اقتلهم واخليهم يجوني. شافوني؟ شلون شافوني؟ تعال جيبه. طب وين رايح الان انا؟ انت رايح ها؟ تمسكت غلط تمسكت غلط. عرفت وينها. جوا جوا جوا. اي عرفت وينها عرفت وينها. هي الكبسه هنا. ايوه. اي هاي هاي شايفها؟ تغير مساره تخليه الشيء روح لليشمال روح اليمين. ايوه رجع لبرس. تخبط تحت الطاوله تحت الطاوله. روح السحب روح السحب. وين الثاني؟ سببوه ولا كأنه موجود. معقولة؟ أيوه طلع لك الثاني. استعجل عليه. يكون راح يجيب له علاقة ولا شيء. السلام عليكم. اتركوني كملوا غسيلكم لصحوني يا أخي. ايش تبغون فيني؟ والله جد. والله شغالين صح. أي والله. مش ملحقين صحون. طيب وقف هذه وقفها بالنص. وقفها بالنص. وقفها بالنص وتقدر. هنا اطيح نفسي صح؟ اظن ايه اغرب يب. اطلع على خشب حلوه. مع السلامة. السلام عليكم. طلع بس انت عندك كذا. طلع طلع الله مساكين قاعد يحاولون بلدي. روح بس انت خلاص انا وصلت. اوه ولو اي والله انا ما بطيح الان تكفى بس ابغى اطيح هسه مرحله الجوعانين. هو المرحله الاخيره هذه الجوعانين؟ لا لسه لا الا
اللعبه هذه كانت قصيره ترى يا ابو ايهم. في كمان ال هاي شو اسمها البنت، هو البنت طيب هي جوعانين نفسها ترى البنت. خلاص حسستني ان البنت مرحله كامله ترى. انت مخربط بين البيت ذاك اللي تقعد تحوس فيه ساعه، ترى ذاك الطفل اضافه. تاكد يا رجل. لا نشوف لما صرت تضرب على البنت بالمراي. اوكي هذا هنا اللعبه هذه صح. بس ما لها مرحله كامله. انا اشوف مقصد، انا اشوف مقصد. طيب ماشي تم. You will see our most secret body. It begins now. شوف البادي قدامك. من هم دبابة أكثر مني ولا أنا أكثر منهم؟ لا يا رجال. شبه حالك ديو. هذا أنا ترى اللي مصبطني حالياً ترى طولي. ممكن أبين بالكاميرا ترى قصير بس أنا ترى طويل يا بايهم. 182. بارد. بس الوزن ضارب معي 95 ارجع 90 ارجع 95 ارجع 90 بس المفروض انه يكون وزني طلع 82. الطول له سبب كمان في الوزن. اي نو. رحال الشباب. ايه اتعشوا جايين يضربون ضرب. يضربون منسف تهقى ولا شلون؟ يضربوا منسف على اوزي على بكتس. واضح بعد بعد المنسف يعطونها على قول نومه تشطيحه. ايوه تشطيحه. ايه يتشطحون لازم. نومه كويسه كذا تجي. ايه نوم الاخر. والله اعرف لك ناس ينامون على السفره اقسم بالله العظيم. وال والله شايفهن بعيوني هذا اللي بتاكلها الدود. ينامون رسمي معلم. والله ينامون رسمي. مش طبيعي. يقعد يضرب من هالخس ومن هالطماطم يا معلم والخيار للصبح. للصبح. اكثر من واحد والله صراحه. هذه هي قاعد تراقب. الاكل كويس. ايوه الأكل كويس. نعم الأكل مية مية. أيوة مش لازم تطول معك المرحلة على السريع. الله أشكالهم غريبة. ربيت شو هالتفكير أو الخيال اللي هم فيه. خيالهم غريب جد. أضرب. اسمع صوت اللحم. شوف كم قطعة لحم حاط هذا. يا ساتر هذا يرضع لحم يا رجل. هذا برضع رضع. شوف 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 هذا شوف هذا. يا عمي قدامك أكل. قدامك أكل الله يخرب بيتك. ما يملي بطنك إلا التراب. ما يملي بطنك إلا التراب. شوف كيف يزحف يخرب بيتك. انقلع بس. يا ساتر. أعطوني achievement معلم. يا ساتر حتى هذه. يا عمي ايش فيهم ذولي؟ ياكلوك. شوف كيف ترجف من الفرحة. عنده فرحة طفل. ايش زاكي هذا؟ شوف يا ساتر. مو هذا نفسه خوينا شفناه قبل شوي؟ كلهم شبه بعض. ايه. لا نبغاك تطلعين. امشي 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 امشي. لا المفروض ما امشي. المفروض اطلع من هنا. اطلع من عندهم على الطاوله بعدين اكمل. شوفوا الاكله كيف قاعد تمشي من قدامكم. انتم قادرين تمسكونها بيدينكم. خرب عصير التفاح. ارجع يوكل. الحين ليش الناس دائما الشيء المنكر دائما يسمونه عصير تفاح؟ يعني وش التفييك هذا الفيك اللي يقولونه؟ ليش ما يقولون منكر وبس؟ يعني انا فاهم ايش هو منكر. انا عارف خمر. انا عارف. يعني مثلا انت بتقول عصير تفاح انك احس انه يعني تثقيف للاطفال غبي. سمي الشيء بمسمياته الطبيعيه ومنكر منكر خلاص يعني شيء محرم. عصير تفاح غريب. مظبوط.
انا وين طريقي؟ هم هنا صح؟ يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. لازم من اول مره صح تذكرت. يلا روح. وين طريقي؟ وين طريقي؟ اي صح من هنا. قلت عليه ايوه. صرصور يا رجل، ما هو ما هو بشري. مسكني. زحف 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 زحف. ابن ليه كيف مد ايده بس؟ ما ادري. والله ما ادري يا معلم. كل يوم لحم. خلاص مديت. ايش جديد؟ حتى لو وزح لك ما تفرق الان. اسم معلم؟ بيقول ايش؟ يقول لك هذول كل يوم باكل لحم لحم، زهقوا بدهم شيء جديد، فهذا شافوه شيء جديد فهجموا عليه. صح. نفس الطعمه دائما، نفس الطعمه، خلينا نذوق شيء ثاني يا اخي. من كثر الاشياء اللي عندهم الله يخرب بيته. وغريبه في مرايه هنا شغاله معلم. ايه ما اظن تكسرها؟ لا شاطر. كيف اكسرها طيب؟ ايه بس انت تخبى تحت المغسله. فيك يشبه رئيس كوريا الشمالية يا رجل. اي نزل لك اياها اكسر المراية. اوكي قط. هذه قريبة في مراية مو على اساس ما في الا مراية واحدة بس في اللعبة كاملة اللي هي الصغيرة دي. انه امر عجيب يا ابا ايهم. انا عارف والله ما دققت فيك تفاصيل. انا مراي و... انا يهمني التفاصيل، يهمني القصه حقت اللعبه صراحه. يمكن اسوي لها مراجعه ترى ما ادري كذا. انا عندي مشكله اني راح اختم اللعبه وباقي ما اعرف امشي. هذه مصيبه ترى. والله لا ايش بسميه يعني؟ اسميه جه بطيخ. البطيخ وذاك الاصفر. لا احمر بطيخ عادي. بطيخ احمر ليش له تسميه ثاني؟ بس ليه ما رحت اخذت الدميه اللي هنا يا وليد وكسرها؟ ايش فايده؟ لعبت انا لعبه بعد السنه الجايه العبها سنتين. بدينا ستيم وليس بلاي ستيشن عشان اهتم بتروفيز بلاتيني. اوه هنا المشهد الرهيب. السؤال هنا الجو الان. يلا 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 بوم طارد يلا. هجف هجو ذولي ماني متذكرهم انا، شو سالفتهم ذولي؟ خلق الحقوق ظهر ظهر يا ساتر. هرب 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 بن هرب يا ساتر. انسى دمر الدنيا خلاص شمر يا ساتر يا ساتر. الجوع يا ساتر الجوع. شوف شوف صورة الاخت ذيك الليدي وراي. بس هذول كمان بعد بعد على اليدين بعد على اليدين بعد على اليدين بعد على اليدين. مو على كيفي والله يا معلم. العب. واحد مات اقلع. لا لبستها شعر. ايه الان هي الجوع بعد ما شافت كذا الاكل. ايوه الضغط متذكرها انا. اللعبة ثلاث مرحلات لدرجة انهم ضافوا دي ال سي وخلوه برضه ثلاث مرحلات. يعني كانهم يقولوا لك انه اللعبة هذه زائد الدي ال سي هذا الجزء الثاني. ولعبناه احنا الجزء الثاني والجزء الثالث. واللي راح ينزل الجزء الرابع، كيف بالله التفكير؟ يا سيد على الشطحة. شطحة اسطورية ها؟ سبرت وي. سبرت وي. اخر شيء يجتمعون هنا، لا اله الا الله. تبغينا؟ تفضلي. ليش هنا ما عاد مشت معاها موضوع المقانة؟ يا سلام. هنا وصلت المرحلة الايفل. The evil blown to me. يا جماعة الخير، تبغون نسوي ريوايند للإضافة؟ نوصل لنهاية ترى.
روعه. رايك بصوت ابو ايهم؟ موسيقى الليدي رعب نفسي. ايه انا بنيتك جيت، انا بنيتك تكفين. اوكي جيتك، جيتكم واحد، جيتوني جماعة. عدل واحد ضوع، ليس جماعة ولا شيء. اوه صح 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 كلامك هنا. طاردني هي اذا ما خاب ظني، مو بسرعة اذبحها ولا لا بتطاردك و في قصة. هنا هي قاعد تغني كذا تسوي بعدين بتروح تجيب مفتاح غرفتها. حتى هنا الصورة هذه بتروح تجيب مفتاح من غرفتها، بدك قاعد على عند المراية تسرح في شعرات الست ما اظن هيك. انت شوف 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 الرعب، شوف يعني تخيل كيف قاعد تغني. المشكلة ما تشوف نفسها. هذا ما سوي هنا الآن أنا؟ قلت لجوه لهناك. بس المفروض ما تشوفني صح؟ آه. يا ساتر، جدا الجوال حقك خوفني. إيه؟ والله. رند مزج. والله هي مرعبة والله. لا هيبة بنت الذين. شوف مغطية كل الصور اللي فيها بنتها. الوحيدة الصورة ديك طالعة. والصورة بعدين هنا مشخبطة على بنتها من تحت. ليش كرهت بنتها؟ هذا السؤال اللي راح يجاوبنا عليه إن شاء الله تعالى أبو أيهم. أنا بالقصة ترى ما بعرفش إيش كثير ترى وليد. وينها؟ استنى شوي. لا راحت راحت صح ما تجيني هنا. أعتقد ذاك الطفل هو اللي يقعد يهرب منها. طب هي عن جد بنتها؟ أنا ما بعرف ترى. شوف الصور قدامك يا رجل. طب شو اللي عرفنا إن هي صورة هي البنت هاي؟ ما هي يا رجل ما. والله شوف يعني. جد. يعني. في الجزء الثاني تبين انه بنتها، انه كانت بالجزء الثاني بدون اللبس هذا، فكنا عارفينها وقافطينها يعني، عرفت كيف؟ ترى على فكره الجزء الثاني سيكول، هذا بريكول. الجزء الثاني بعرف يعني هذا الجزء قبل الجزء الثاني ترى. يعني احداثه معليش بعد بعد. الجزء الثاني يعتبروه بالقصة هو الاول، وهذا يعتبروه هو الاول. نعم. هو الاول، الجزء الثاني هو الاول. يا ساتر. ما ناسي ذا الشيء. الجزء الثاني كقصة ولا اوه هنا طاردني يا ساتر يا ساتر. شوف القوة اللي عندها، شوف هي القوة اللي بقول لك اللي هي مع بنتها يا ساتر. هاي القوة اللي بحط بقول لك هاي القوة اللي فيها. هنا ستة ما عندها ترى القدرات مثل امها. يا ساتر في الغبار. وين طريقي؟ تكره نفسها لدرجة انها تموت من المراية. انا اريح شوي. انا اريح شوي. ايوه. ايوه هنا الفايت. صح؟ هنا هسه الفايت. في مراية على الارض هسه لازم تكون. المراية المفروض تكون هنا بغرفة. تجيبها المراية الوحيدة اللي اللي بقت هي هذه. ايوه ايه بسرعة 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 بسرعة. وين 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 هنا هنا قدها هي. ايوه هنا
اذبحها من اول محاولة معلم. طلع. ها؟ ان شاء الله اكيد تذبحها. وشكلها خايس صح؟ شكلها خايس بدون القناع. عشان هيك تحب تشوف شكلها. ايوه بدنا نلعب شغل. يا ساتر شوف الشكل. ايوه الى متى؟ صراحة قاعد استهبل انا. الله صارت قريبة مني مرة تشوف؟ خلاص ابغى اشوف شكلها. طيب عادي ما يوروني شكلها؟ لا والله ظل. لا على ما ظل هذه يشوفها اكلها. يا ساتر لازم تروح تاكلها. الجوع قاتل يا امه تخليتي عنني فسوف اقضي عليك الان. شوف رقبتها كيف، شوف رقبتها كيف انها مره نحيفه وطويله، تحسها ام راس المدرسه الجزء الثاني. تشوف ايوه انا دخل المدرسة انا قاعد اطقطق يعني. ناكلك من رقبتك ذي الطويله لابد. اعتقد ستة 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 اسمها ستة ستة اعتقد اسمها؟ ستة ما عندها قدرة امها، والقدرة ستة الأصلية أنها كل شيء تذبح وتأخذ قوته، تمتصر روح حقته الطاقة حقته. فيوم ذبحت الأم هذه نقول أم يعني أخذت قوتها. يا ساتر ترارا. أخذنا تختيم اللعبة ساعة 42 دقيقة أوفر آل مع الموتات مع كل شيء، مع القصقص أكيد بتكون ساعة ونص. الله ما ظنيت ساعة ونص، يمكن أكثر بشوي. أنا أمشي؟ لا مو أنا. ما أقدر أتحرك أصلاً، ما أقدر أسوي شيء. أقدر أحرك الكام بس. المصعد؟ يلا امشي. شوف هنا الهيبة. اسمع الموسيقى. هنا هنا جايين على أساس أنهم ياكلونها. تسحب أرواحهم وهي قاعدة تمشي. إلهف إلهف إلهف. جاي تاكلني. والله انك غبي. يمكن هذا المشهد الوحيد اللي يبدل قلب اللعبة. خلك قاعد محتاج تاكلني يا اخي. سوي فيها قوي. راحت كل ارواحكم خلاص. تبغون كذا النظام ابشر. هذا مشهد رهيب. ما خلت احد الا ما ذبحت. ذبحتهم. يا ساتر. يا ساتر. المشكلة راح تطلع من السفينة. فساد بل 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 عند الناس. خلاص خلاص يعني اعطاك المطور نهايه مفتوحه. روح فك بقى قتلت الناس. اي نعم قتلت الناس. تبغاها خلاص رجعت طبيعيه وهربت بس بالسفينه. اي رجعت طبيعيه. تبغاها اللي تبغاها يعني. اعطاك نهايه مفتوحه واسوأ ما يكون في اي انتاج شيء مسلسل فيلم لعبه انك تعطيني نهايه مفتوحه. النهاية المفتوحة ذي أنا ما أحبها صراحة. لو تعطيني نهايتين ترى نهاية أنها تموت ونهاية أنها تطلع وتعيش أفضل.
ما تحط لي باب النور ذا هو. سيء سيء او جيد، نهايه سيء وكويس. يعني عطني نهايتين، تقدر تحلب جزء ثاني عادي، تقدر تمشي على انه خاص عاشت يعني. اضبط. وخلصنا التختيم، خلصنا التختيم، خلصنا التختيم يا جماعة الخير. الله يسعدكم جميعا، شكرا لكم على المشاهدة إلى هذه النقطة حبايبي قلبي. شكله بيكون مقطع واحد ساعة ونص، أحسن ما يكون مقطعين، ما في فايدة. الريوايند صراحة أفضل إنه يكون حلقة واحدة. إذا تبغوني نلعب أنا وبويهم إن شاء الله تعالى الإضافة، هي ثلاث حلقات، ثلاث شابترات بحلقة واحدة. رأيكم تحت في التعليقات يا جماعة الخير واللايك، الله يسعدكم جميعا، شكرا لكم على مشاهدة هذه النقطة. قناة اخوي ابيها موجود تحت اسفل الوصف، ما يحتاج اتكلم انا وابيا عن اللعبة، اصلا تكلمنا اوريدي واحنا قاعدين نختم، يعني تسمعون راينا وكل شيء عن اللعبة. فسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير، سلام عليكم.